تنبانو مي تنديرو اغنيه في الحقيقه هو ما كنجيوش غير تنجيو هكا لي ريزو سوسيو وداكشي بيتيت حنا ميكين عليه شي شويه فهمتي مي سينو مي تنخرجوا شي حاجه تنكونوا حاضرين بيتيت ما تنديروش بزاف لي زانترفيو ما تنبانوش بزاف في التلفازه وهذا ما هادشي من شحال هادي حنا يعني هكا يعني تنفضلوا الناس يديوها في موسيقتنا احسن ما يديوها حنا راه تنهضروا معاك هنا اش واقع تحيه كبيره وني اوني با اليز بحال مي كنا فوق الخشبه فهمتي يعني هادشي تنديروه باش تدوزوا الميساج الجديد عندنا واحد لو بروجي ديال اش كاين بوحدو يعني ديال الجروب اش كاين وعندنا دي كولابوراسيون دي ديو مع فنانين اخرين من المغرب وخارج المغرب ان شاء الله. اش واقع اش كاين اش كاين اش واقع بخير كلشي هو هذاك تسلموا عليهم وتنتمناو لهم داك الشيء الزوين وتهلاو في رمضان مبارك وتهلاو في الوالدين صحه وسلامه وتهلاو في والديكم بيس لا فامي هذه بادرة مميزة حياة أود أن أشكر مملكة المغرب على استضافة الجالية اللبنانية وأريد أن أشكر إدارة الموروكو مول على هذه البادرة باستضافة فرقة المجد الفولكورية من لبنان وأريد أن أشكر هذا الجمهور العظيم الذي ملأ الساحات في موروكو مول تعبيرا عن يعني إعجابه بأداء الفن اللبناني إن شعبينا متقاربين جدا يعني الشعب المغربي والشعب اللبناني أكاد أقول إنه شعب واحد ونحن تقريبا بلد وحدي لو ما بتفصلنا المسافة شوي بعيدة بالطائرة فنحن كسفارة نركز على ما يجمعنا وعم نحاول جاهدين يا رب إنه نطور العلاقات على كل الأصعدة الثقافية والاجتماعية والصناعية والاستثمارية بين البلدين والله والله يوفقنا يا رب حصرياً على موقعنا هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن المنطقة المدة التي تناسبك نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج
you